ركلات حرة أسطورية، شاهد فن تسديد الكرة. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. أجمل الأهداف في كرة القدم تكون من ركلة حرة ثابتة أو من ركلة إعجازية، وبصراحة نحب كثيرا أن نشاهد أهدافا من ضربات حرة مباشرة ينفذها أمهر اللاعبين. لذا في هذا الفيديو سنشاهد ركلات حرة أسطورية. لنبدأ. هنا هذا اللاعب الذي وضع هذه الكرة الجميلة والرائعة في شباك فريق يوفنتوس من ركلة حرة ثابتة. انظروا إلى رونقها الجميل وكيف ارتطمت بالعارضة ودخلت في الشباك. تقدم هذا الحارس لتنفيذ هذه الركلة الحرة الثابتة، فقام بتنفيذها على أكمل وجه وسجل هدفا في غاية الروعة. شاهدوا هدف ديفيد بيكهام الرائع، والذي قام بضربه من الزاوية اليسرى ليذهب إلى الزاوية اليمنى للحارس ويسكن الشباك. تقدم راشفورد لتنفيذ هذه الركلة الحرة الثابتة، فكانت من أجمل أهدافه على الإطلاق. إنها نسخة طبق الأصل لأهداف رونالدو مع مانشستر يونايتد. هنا هذا اللاعب قام بتنفيذ هذه الركلة الحرة الثابتة برونق جميل ورائع، ثبت حارس المرمى بهذه الضربة. انظروا إلى طريقة تنفيذ هذه الركلة التي سكنت مباشرة في الشباك. هذه الركلة الحرة القوية والمباشرة سكنت في الزاوية 90 للحارس ولم يستطع تصديها. هنا وكما ترون لاعب نابولي يقوم بذكاء بضرب الكرة من أسفل الجدار الذي قفز فدخلت الكرة في الشباك. هذه الركلة الحرة الغريبة والتي التفت بشكل قوس ودخلت في الزاوية 90 بطريقة جميلة ومميزة. أحد أروع أهداف كريستيانو رونالدو من ضربات حرة ثابتة، فانظروا كيف دخلت الكرة في الشباك. شاهدوا هذا اللاعب والذي أسكن الكرة في الشباك من هذه الضربة الحرة الثابتة بطريقة مميزة. قفز اللاعبين من فوق الكرة حتى يوهم الحارس واللاعبين، فانظروا كيف قام هذا اللاعب بإسكان الكرة في الشباك. هذا الهدف والذي تحصل على جائزة بوشكاش عام 2015 من هذا اللاعب المميز الذي قام بتسديد الكرة، فالتفت وغيرت اتجاهها بطريقة سحرية ودخلت في الشباك. شاهدوا الرونق والسحر في دخول هذه الكرة إلى الشباك من هذه التسديدة المميزة والضربة الحرة الثابتة. تقدم هذا اللاعب لتنفيذ ركلة حرة ثابتة، فقام بضربها بكل قوة لتدخل بطريقة ملتفة وتضرب بالقائم وتدخل في الشباك. انظروا إلى هذه الضربة الحرة الثابتة المميزة والتي قام بتنفيذها هذا اللاعب لتسكن الشباك مباشرة. أحد أروع وأجمل الركلات الحرة الثابتة التي من الممكن أن تراها، فانظر إلى جمال وروعة هذه الكرة. لاعب أرسنال من هذه الضربة الحرة الثابتة أطلق صاروخية سكنت الشباك ليتثبت الحارس مكانه. أحد أجمل وأروع أهداف أندريا بيرلو من ركلة حرة ثابتة، فانظروا إلى طيران الكرة الرائع والمميز وكيف دخلت وسكنت في الشباك. سدد هذا اللاعب الكرة من منتصف الملعب، فانظروا كيف غيرت اتجاهها بدرجة خفيفة ودخلت شباك الحارس مباشرة. من هذه الركلة الحرة الثابتة التي دخلت الزاوية 90 لهذا الحارس بهذه الطريقة المميزة، أعلنت صيحات الفرح والسعادة داخل الملعب. هنا من هذه المنطقة والتي تبدو ضيقة للغاية أن تدخل الكرة فيها، هذا اللاعب قام بتنفيذ ركلة حرة ثابتة سكنت داخل الشباك.
أحد أجمل وأروع الأهداف بين المنتخب البرازيلي والمنتخب الفرنسي. قام بتسديد هذه الصاروخية القوية اللاعب المخضرم روبرتو كارلوس، فقام بالابتعاد قليلاً ثم سدد هذه الصاروخية القوية للغاية التي التفت بهذه الطريقة المميزة وسكنت في الشباك. لم يستطع أحد إيقافها ولا حتى الحارس. في هذه المباراة انظروا إلى جمال وروعة هذه الكرة التي ارتطمت في الزاوية 90 مباشرة ودخلت في الشباك. ركلة حرة ثابتة جميلة ومميزة. هنا نيمار قام بتسديد هذه الركلة الحرة الثابتة التي ثبت بها الحارس مباشرة، كما ظن الجميع أنه سيقوم بتمريرها. من هذه المنطقة البعيدة نسبيا سدد هذا اللاعب من ضربة حرة ثابتة هذه الكرة فأسكنها في الشباك، ولم يستطع الحارس التعامل معها. من ضربة حرة ثابتة ومن زاوية ضيقة قام هذا اللاعب بتسديد الكرة بكل قوة لتسكن في الشباك. انظروا إلى هذا الهدف الرائع والمميز. هذا اللاعب قام بتسديد هذه الكرة والتي ذهبت مباشرة إلى زاوية الحارس ودخلت في الشباك. ركلة جميلة للغاية. كان من السهل على الحارس تصدي مثل هذه الكرات، لكن أعداد اللاعبين منعت هذا الأمر ودخلت الكرة من ضربة حرة ثابتة إلى الشباك. هنا لاعب روما وكما ترون قام بتسديد هذه الكرة البعيدة نسبيا، فانظروا كيف دخلت في الشباك ولم يستطع الحارس لمسها حتى. إنها من أحد الأهداف الرائعة والمميزة. شاهدوا التفاف الكرة الرائع من هذه الضربة الحرة الثابتة. انظروا إلى التفاف الكرة الرائع وكيف دخلت الشباك. هنا ومن منتصف الملعب هذا اللاعب يقوم بالجري لتسديد الكرة، فقام بإرسال صاروخية سكنت الشباك. انظروا إلى فرحتهم بهذا الهدف المميز. هنا وقعت مخالفة في وسط الملعب، فتقدم الحارس مباشرة لتسديدها مستغلا تقدم الحارس الآخر، فقد سجل هدفا رائعا ومميزا من هذه الركلة الحرة الثابتة. هنا اللاعب رونالدينو أحد أعظم من لمسوا الكرات، فانظروا إلى هذه الركلة الحرة الثابتة من منطقة بعيدة نسبيا. أرسلها كرة قوية على طريقة لوب سكنت الزاوية 90 للزاوية اليمنى لحارس المرمى. هذه المخالفة التي وقعت بعيدا عن منطقة الجزاء انبرى لها هذا اللاعب، فقام بتسديدها لتذهب إلى الزاوية اليمنى لحارس المرمى وتدخل هدفا. شاهدوا غرابة هذه الكرة عند ضربها من هذا اللاعب، وكيف كانت ذاهبة إلى المنطقة اليسرى وغيرت اتجاهها وذهبت للمنطقة اليمنى. من هذه المنطقة قام هذا اللاعب بتسديد هذه الركلة الحرة الثابتة من هذا الخطأ الذي وقع من اللاعب، فانظروا ومن وسط الملعب كيف دخلت الكرة في الشباك. هنا وبعد اتفاق بين هذين اللاعبين الذي قام بتمرير الكرة لزميله ليقوم مباشرة بتسديدها ووضعها في الشباك. انظروا إلى الهدف المميز والرائع حقا. عندما نذكر كلمة ركلة حرة ثابتة يجب ذكر ملك اللعبة، إنه ليو ميسي، وهذا الهدف المميز على المنتخب الأمريكي. من هذه الركلة الحرة الثابتة والرائعة شاهد التفاف الكرة وتقوصها الرائع وكيف دخلت شباك الحارس. انظروا إلى هذا اللاعب وكيف سدد هذه الركلة الحرة الثابتة، وانظروا إلى الكرة التي لم يستطع الحارس حتى لمسها. هنا تقدم حارس الفريق هذا لتنفيذ هذه الركلة الحرة الثابتة، وكان بارعا بما فيه الكفاية لتدخل الكرة في الزاوية 90 للحارس. سدد هذا اللاعب هذه المخالفة، فانظروا كيف دخلت في الشباك والحارس لم يستطع الامساك بها حرفيا، إذ أنها مرت من أمامه مباشرة.
انظروا إلى الطريقة الرائعة والمميزة في تنفيذ ركلة الحرة الثابتة من قبل هذا اللاعب الذي أسكنها في الزاوية 90 للجنب الأيمن من الحارس. شاهدوا طريقة تنفيذ ركلة والتي تقوست بشكل رائع وذهبت إلى الجانب الأيمن، هدف رائع ومميز حقا، أحد أجمل الأهداف المدهشة. فانظروا إلى هذه الركلة الحرة الثابتة كيف ذهبت إلى الزاوية 90. تسديدة جميلة ورائعة من هذه الركلة الحرة الثابتة التي دخلت إلى الشباك مباشرة. شاهدوا هذه القوة في تنفيذ هذه الكرة من قبل لاعب أرسنال الذي وضع الكرة في الشباك بطريقة مميزة للغاية. انظروا إلى الرونق الجميل والمميز في تنفيذ هذه الركلة الحرة الثابتة وكيف دخلت الشباك، أحد أجمل الأهداف الحرة الثابتة التي من الممكن أن تراها. فانظروا إلى هذه التسديدة القوية التي ارتطمت بالعارضة ودخلت الشباك. هذه الركلة الحرة الثابتة من المنطقة الأخرى للملعب قام اللاعب بتسديدها، وكان الحارس غبيا جدا ولم يستطع تصديها. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.